طيب خلونا نشوف تأثير برضو الحرارة على المحاصيل الزراعية. دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة. دكتور، الحرارة زادت عن يعني عن المتوقع، أو خلاص هو هذا هو المتوقع طبقا لناسا طبقا للأرصاد، احنا بنتكلم في أعلى درجات الحرارة، المحاصيل اتأثرت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا استاذه رميس. طبعا اللي بيحصل دلوقتي في الجو ده اسمه يعني ظروف استثنائيه غير مسبوقه، ودي تقارير علميه من الامم المتحده ومن كل الجهات المعنيه بتغير ان ما يحدث فيها في نصف الكره الشمالي لكل الدول المعرضه لهذه الموجه. وغريب ان هي معروف ان الموجات الحاره بتبقى عباره عن منخفضات، فازاي كل منخفضات نصف الكره الشمالي كلهم يتجمعوا في وقت واحد؟ ايه علاقه غرب الولايات المتحده بشمال افريقيا، بالصين، بالهند، بغرب ايران؟ كل المنخفضات كانها جت في وقت واحد، وده من ضمن الحاجات الغريبه والعجيبه لتغير المناخ. هو تغير المناخ كله اللي احنا كنا بنتكلم عليه بهزار باين وعايشينه بشكل خلاص يومي. لو حضرتك فاكره من شهور قليله في مؤتمر شرم الشيخ، وكان مصر حتى الناس استغربوا هي ليه البلد مهتميه قوي كده بمؤتمر مناخ و180 دوله مشاركه و80 رئيس دوله ورئيس حكومه، بسبب ما يحدث الان. ما يحدث الان كارثه، بمعنى كلمه كارثه، على كل الانشطه الاقتصاديه الموجوده في العالم. الدول المعتدله مناخيا، بعيد عن المنطقه العربيه وشمال افريقيا، الدول المعتدله مناخيا وسط اوروبا والولايات المتحده والصين وغيرها لم يعهدوا هذا الشكل من المناخ. هم نفسهم متفاجئين، رغم ان كل المنظمات العلميه عندهم، رغم ان كل نماذج التنبؤ جايه من المؤسسات العلميه والجامعات عندهم، الا انهم فوجئوا بهذا الشكل من المناخ الغريب. طب كلمني عن المحاصيل بقى، هنعمل بالزبط. المحاصيل تأثرت ازاي مع الحر ده، بالذات الخضار والفاكهه؟ اقدر اقول لحضرتك الحمد لله طبعا ان كل المحاصيل المزارعه في مصر، تركيب المحصوليه لو هقولها بسرعه، هي محاصيل استراتيجيه، ذره 3 مليون فدان، رز مليون ونص تقريبا، هيبقى اكتر من كده السنه دي لان لسه بيزرعوا، عندي فول صويا، عباد شمس، عندي خضر طماطم وفلفل وتمر، عندي فاكهه صيفيه المانجا يعني بقى الاصناف المتاخره، وعندي التمور، وعندي الزيتون، وعندي الكمثرى، وعندي الرمان، وهكذا. كل هذه المحاصيل اقدر اقول لك الحمد لله ان تاثرها تاثر طفيف لن يؤدي الى مشكله في سوق هذه المنتجات، يعني بمعنى ان الذره لسه في منتصف العمر، والرز نفس الموضوع، الفاكهه ممكن بس اللي يحصل مشكله في المانجا لان ممكن يحصل ما يسمى بلسعات الشمس، ان الثمار الموجهه ناحيه الشمس الناحيه القبليه، وبالذات الكيت والنعومي والكنت اصناف متاخره لان الاصناف الثانيه نضجت خلاص، دي ممكن يحصل لسعات شمس. عشان كده بنوصي اهالينا المزارعين اللي سامعين دلوقتي بالرش الفوري بماده البيروشات او ماده سيليكات الالومنيوم او الجير المخفف 2% هم عارفينه، ارش على الثمار فقط المواجهه لناحيه الشمس الناحيه القبليه والغربيه والشرقيه، دي رشه مهمه جدا. اهم توصيه زراعيه لاي محصول دلوقتي هو ان انا اقرب فترات الري، اخلي الفتره ما بين الريات بدل ما تبقى مثلا اسبوعين في الذره اخليها 10 ايام. ووزاره الري فعليا شغاله على اقصى احتياجات، كان المفروض تقعد شهر، لا هي مدت هذا الموضوع لان عارفه ان في استهلاك زياده من المياه لكل المحاصيل الموجوده. النصيحه المهمه برضو ان العروه اللي هتزرع الجديده اسمها الصيف المتاخر، طماطم عروه جديده وفلفل والذره المتاخره، انا بنصح كل اهالينا المزارعين المحترمين انهم ياخروا هذه العروه حتى نهايه ابيب. نهايه ابيب ده بمعنى يعني الاسبوع الاول من اغسطس، يوم 7 اغسطس هينتهي هذا الشهر. ابيب ده الشهر القبطي يا جماعه، ابيب وكده. اي اتفضل. دي على فكره يا استاذه لميس، انا لو هكلمك دلوقتي بكلمات من الارض، ايوه طبعا كلمات من الفلاحين والارض وكده، مش هقول ابيب، ده انا هقول اوربيسا وهقول شضا وهقول شهناف وهقول حاجات كتيره محدش هيعرف انا بقول ايه. دي الفلاحين هيفهموا، متوارثه من الفراعنه في الزراعه، يعني معناه ان المزارع المصري ده جزء الكيان الاصيل اللي موجود في هذا البلد. ده حقيقي. طبعا كل البلد اصله
بس طبعا. لا بس الفلاح ما فيش زي الفلاحين بصراحة، يعني هم دول أصل هذا البلد. طيب قول لي، قول لي بس يا دكتور على المانجا والبطيخ. المانجا، هل المانجا ده أثرت على المانجا بقى الحلوة المحصول نفسه، ولا بس بتقول لي ولا وعلى الأسعار وعلى تواجدها، هل أثرت عليها ولا تأثير مش واضح في السوق؟ طيب انا هجاوب لحضرتك، بس هسالك اشمعنى المانجا والبطيخ؟ هل هم دول عشان المفضلين عند بحبهم. حضرتك؟ عشان دول بحبهم جدا الا المانجا. طيب خلاص انا بطمنك على المانجا، بقول لحضرتك ان بالعكس هذه الموجه الطويله شويه مخليه معظم اصناف المانجا العويس وغيره وغيره الا العويس تخش في مراحل نضج طبيعي، يعني مش لا يرقدها ولا هيعمل حاجات، فدي هيبقى في كمان معروض زياده نوعا ما في الاسواق خلال الاسبوع اللي جاي او العشر ايام. اما الاصناف المتاخره دي كده كده بيبقى لسه قدامها شهر ونص، فدي لسه شويه عليها بس نحافظ عليها من موضوع على ساعات الشمس. البطيخ في الفتره دي خلاص انا في نهايه العروه بتاعت البطيخ تقريبا دلوقتي، ولكن برضو نفس الموضوع، البطيخ هيبقى فيه نضج زياده وهنلاقي المعروض بتاعه موجود، بس هو للاسف انا في نهايه العروه ففي زراعات بسيطه بس اللي لسه موجوده. بس ايا كان حضرتك لو حد هيجيب بطيخ ما يجيبش بطيخ معرض للشمس امام التاجر لفترات طويله، يتاكد انه طازه. ازاي اعرف اتاكد؟ ابص للقمع بتاع البطيخ من ورا اعرف ان لسه اخضر كانه لسه مقطوع بقاله يوم او يومين ولا حاجه، سهله يعني. يعني طبعا نصايح بقى للمستهلكين زي كده يا دكتور، يعني لو تشتري بطيخ خلي بالك ان القمع يكون اخضر، لو بتشتري مانجا بيشتري مانجا المانجايه تكون واخده لون طبيعي والريحه بتاعتها واضحه، يعني طول ما فيهاش ريحه او ريحه خفيفه اعرف انها مقطوعه قبل النضج واتكمرت فطابت، لكن لا المانجا معروف الريحه بتاعتها معروفه يعني، فاول ما نلقى الريحه الطبيعيه دي موجوده اعرف على طول انها وصلت للنضج الطبيعي، وفي الغالب كل اصناف المانجا ما عدا المتاخره هتوصل للنضج الطبيعي خلال، انا بتكلم على خلال اسبوع او 10. اخر نصيحه بس بعد اذن حضرتك، اتفضل. هذه الاجواء الصعبه جدا درجات الحراره مصاحب معاها ما يسمى بالطاقه الحراريه الكبيره، اشعه الشمس قصيره، فبالتالي ضررها كبير جدا. اتمنى من كل اهالينا المزارعين وغير المزارعين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة من 11 ل 3 العصر لمدة طويلة، يعني لمدة ساعة، لازم أب نص ساعة وأكثر وأقعد في حتة ظل أو أشرب سوائل وأرجع أكمل وهكذا، ما يخليش الشمس تتراكم لا قدر الله ممكن تعمل إجهاد حراري أو أحياناً طيب. لا قدر الله ضربة شمس، فربنا طيب. يحفظ الجميع ويحمي طب كل دكتور الناس. عايز أسأل على المواشي أيضا والثروة الحيوانية بالذات الموجودة في البيوت وكده، يعني نصايحك للفلاحين. انت حضرتك مذاكره بقى. طيب. يعني بالفلاحين انا اصلي الثروه الحيوانيه طبعا سواء كانت مواشي او حتى انتاج دجيني او سمكي للاسف لا يتحمل هذا الشكل. السمك ماله؟ السمك في الميه يا دكتور. ايوه السمك في الميه، ده سؤال منطقي. مع الاجواء الحاره بيقل الاكسجين المذاب في الميه، وبالتالي بيقل معدل التحول بتاع السمك، مهما تديله علف ما بيكبرش، فلازما اشتغل بنظام البدلات. يعني الناس اللي عندهم مزارع سمكيه لازم يكون عنده بدلات وتشتغل على الاقل ساعتين او ثلاث ساعات في اليوم، بالاضافه لاضافه روافع المناعه، مهم جدا في الفتره دي. ففي نصايح كتير مهمه للانتاج الحيواني. دي المزارع السمكيه بقى. ما هو انا عندي 85% من السمك بتاع المستهلك في. طب ولو اتقطعت عليه الكهرباء هيعمل ايه؟ لازم اكيد عنده جنريتر. لا البدلات احيانا بتشتغل بدلات يدوي، يعني ممكن يشغل بدلات يدوي. بس ده مهم جدا. إضافة روافع المناعة مهم قوي لمزارع السمك. تبديل المية السطحية بالذات لأنها تسخن جدا، فلازم يبدلها مثلا كل ثلاث أيام ولا حاجة، يبدل الجزء السطح ده نص متر ده ويجيب له مية جديدة بحيث ما يبقاش فيه تراكم لدرجات الحرارة على السمك، فيقل ممكن يحصل نفوق كمان يعني لا قدر الله للناس. ولكن برضو زي ما بقول لحضرتك الإنتاج الحيواني مهم جدا، المعامله بالاحماض الامينيه الميسونين بالتحديد، ده بيخلي الحيوان يقدر يجاهد شويه هذه الموجات الحاره، بالاضافه طبعا لتجديد الميه كل شويه والميه تكون بارده والحاجات دي والظل، الامور دي كلها مهمه جدا للانتاج الحيواني طبعا. شكرا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزاره الزراعه.